إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات كانت محل نقلها من قبل العصابات الإجرامية داخل تراب الولاية. تم استغلال هذه المعلومة على جناح السرعة من قبل ذات المصالح الأمنية، حيث مكنتها من ضبط سيارة بإحدى شوارع حي الكدية بمدينة المسان. عملية التفتيش لذات السيارة أسفر على العثور على 30 طرد من المخدرات معبأ بإحكام داخل الصندوق الخلفي للسيارة، يقدر وزنه الإجمالي ب 8 قناطير و72 كيلوغرام من الكيف المعالج.